اعتزال الفرق والأحزاب كوكامبالي كوندي، لو تنمى مكوندي مينغي أمبايو يجي نسيبيشا نوو إسلام مكوندي مينغي أمبايو يانا مدعواتي كتك مكوندي هايو مدعواتي هايو وانا لنغانية وفواسي والله سبحانه وتعالى كتك مكوندي هايو كتك الأسباب المعينة على الثبات في الفتن اعتزال الفرق والجماعات روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما أن أبا إدريس الخولاني قال سمعت حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه يقول أبو إدريس الخولاني هو أسما سيكو موجن حذيفة ابن اليمان مكسيري ومتوم صلى الله عليه وسلم أسمى من نهاية كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني ما صحابة مولى ملزمتوم عليه الصلاة والسلام كهو سخيري لكن ميمني كوانا ملزمتوم كوه سشاري وسبب يا بيا إسيجي كان يدريك عرفت الشر لشري لكن لتوقيه ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه وقاعدة هي اندي حذيفة من اليمان أكا وأمولي زمتوم عليه الصلاة والسلام يشاري إلي أوزك أنا نايو أنا مولي زمتوم عليه الصلاة والسلام فتنة إلي أوزك بالي نازو أسيما حذيفة فقلت للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر يا رسول الله حقيقة يا الله تبارك وتعالى أم تجلي نسيسي نهي خير بعد وسيسي تلكوا جاهلية نشر يا بعد هذا الخير كنا شاري بعد يخيره كنا شاري لو إسلام وانغابي

أمولي زمتومي عليه الصلاة والسلام فهل بعد هذا الخير من شر؟ يا رسول الله بعد خيره كتكو انا شاري عليه الصلاة والسلام أممبيا بيا نعم ديو حذيفة حكتو شكا أكمان بيمتومي عليه الصلاة والسلام فهل بعد ذلك الشر من خير؟ ها يا رسول الله بعد يا شره كتكو خيري عليه الصلاة والسلام كممبيا بيا نعم وفيه دخن. كتكون خير بعد يا شاريهيو لكني خيري هيو دخن دخن كدر. يعني نخيري انبايو اتاكو اي ميزونكوكو انا خيري انبايو اتاكو هايكو سالمك الأمور المكروهة. ما بو خيري انباي هايكو سالمك انا فتنة. حذيفة ابن اليمان كو بوباياكي أكمل زمتومي عليه الصلاة والسلام وما دخنه نهو أتشاف وخيره هي خيري أم بيو إتكوى الأمور المكروهة إن كدر غير صاف نجاني يا رسول الله متوم عليه الصلاة والسلام أكم ونبي حذيفة نقوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر كتكوا جواتهم ambao watu hao yahduna bighairi hadi watawaongoza watu bila ya uongozi wangu bila ya uongofu wangu bila ya sunna zangu watu hao wanafanya mambo tarifu minhum watunkir kuna mambo mazuri wanayafanya yenye kuafikiana na sharica basi ukipambana na watu hao wanapofanya mazuri hayo mshukuru mola subhanahu wataala na uwapongeze na uaayid لكني وتنكر وتهاو وتكوى ونمامو أنبا يوانا يفانيا كي نومي نشاريا وكي بمبانا نمامو هايو يابينجي كي شحو عليه الصلاة والسلام وهل بعد ذلك الخير من شر يا رسول الله بعد يخيره يوكو تكوى نشاري امتومي عليه الصلاة والسلام أكمل بيا نعم دعاتٌ إلى أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوهم فيها نعوذ بالله من ذلك. تومي عليه الصلاة والسلام ممبيا نيو بعد خيري وكوتاكوانا شاري شاري جايبني إب دعاة كوتاكوانا والإنجانيزي آخر الزمان كتكونا والإنجانيزي تومي هاي آية من معجزاته الخبرية كتكونا دعات إلى أبواب جهنم walinganizi ambao wanalingania watu katika moto wa jahannam man ajabahum ilaiha yeyote ambaye atawaitikia wao katika hayo mambo ambayo lau wakiyafanya itakuwa ni sababu ya wao kuingia motoni kadhafuhum fiha watawatupa ndani yake hudhaifa al-yaman akamuuliza mtume alayhi salatu wasalam swifhum lana ya rasul llah hawa maduati hebu tueleze ni kina nani hao tueleze sifa zao نتومي عليه الصلاه والسلام اكمان بيا حذيفه هم من جلدتنا ويتكلمون بالسنتنا وتهاوى وتكمان نسيسي وتهاوى نيوهارابو او وتهاوى نيوهااسلام وكوكاتيكا من لاياتو تنا لاجابو ويتكلمون بالسنتنا ونزومزا كوانيمزا قال الله قال رسول الله عليه الصلاه والسلام حذيفة أمم بيمتوم عليه الصلاة والسلام فما تأمرني إن أدركني ذلك ونمرشنين يا رسول الله لتكبني ديريك ميمي جنبه هيلو متوم عليه الصلاة والسلام أنا أمم بيانيني تلزم جماعة المسلمين وإمامهم أتلازميانا نجماعة المسلمين أتلازميانا نكيونغوزي وإسلام كما أتكويكو حذيفة <تحفيق> وفقه ياك لمولي زمتم يا رسول الله إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام إكي وإسلام هاو هاو تقوى بموجة هاو نا إمام نيني يا رسول الله متوم عليه الصلاة والسلام من بي حذيفة فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك وهذا الحديث مخرج في الصحيحين متومي عليه الصلاة والسلام من بحذيفة إكي وواتوها وتقوى هوانا إمام هواكوا كيبا أبوكاننا في كان نافي كوندي هيفيو إبو نما هايو حتى كما أن تعلى بأصل شجرة نكوين دا كوبا لمتي نقول لتفونا